هل قصدت بتغريدتك الشهيرة اللي عملتها مروان المعشر لما تحدثت فيها عن الليبراليين والمحافظين؟ انت ما سميت، ولكن الكل قال انك كنت انت عم تقصد فيها مروان المعشر. سيدي انا ما لو بدي اقصد شخص بعينه ما 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 بتردد. انا اللي بيزعجني انت كنت بتقصد اللي بيزعجني اكثر شيء هو المسؤول الحالي او السابق اللي يتمترس وراء فكره ويتهم الاخر. فعلى سبيل المثال انا بعتقد انه الليبراليين والليبراليه شيء محترم، وبعتقد المحافظين كمان شيء محترم. في بعض الليبراليين يعتقدوا بانه المحافظين غير ديمقراطيين ويتهمونا، لانه انا بشعر حالي محافظ، يتهمونا بانه نحن ضد الديمقراطيه، ولا نحن شد عكسي، ولا الوضع القائم. ما منفرق بين، انا بعتقد البلد بعدم وجود الاحزاب يجب انه جميعا نكون في خندق مين واحد. البلد بمين تضررت اكثر، من المحافظين ولا من الليبراليين؟ يا سيدي اول شيء انا عندي مشكله بالتسميات، لانه الليبرالي بما يعني اللي بنتعارف عليه ليبرالي ومحافظ، انت برايك من مين تضررت البلد؟ انا بعتقد انا يعني انا على سبيل المثال، وخليني اعرف تعريفي للمحافظ. المحافظ بالنسبة لي أنا محافظ يعني أحترم سيادة القانون، هيبة الدولة، هيبة المواطن، وهيبة من يعمل في الدولة. ليبرالي، وأنا مع السوق الحر، ويمكن يساري بالتعليم وبالنقل وبالصحة، وليبرالي بموضوع الحرية ما بيحترم الدستور وهيبة الدولة. بقول في عم بعرف تعريفي أنا. في بعض الأشخاص يعتبروا بأنه الدولة الأردنية يجب أنه تتعامل بطريقة مختلفة مع القوانين، أنه زي ما تسمى تفعيل القانون أو إيقاف تفعيل القانون، خلينا نتعامل بالقانون بمرونة. مثلا بتيجي بتطبق قانون بقول لك هذا غير صحيح، غير صحيح غير القانون. أما لا تيجي وتقول إنه والله أنا بدي أحاسبك إنك طبقت القانون. مرة أخرى سيدي، أنا بعتقد إنه الأردن في وضعنا الحالي بحاجة إلى المحافظين وليس إلى الليبراليين. لا بحاجة إلى التنين. إلى التنين. وبحاجة لليمين، وبحاجة لليسار، وبحاجة للوسط، حاجة إلى كل أبنائها. نحن مش بحاجة لأشخاص إما محافظين أو ليبراليين يتهموا الآخر بأمور غير قابلة للنقاش. هذه أنا بدي أعرفه كنت قاصد فيها مروان ولا لا صراحة. أنا كنت قاصد لا، لأنه أجد بعد أيام قليلة على مقالة مروان. أنا قاصد الفكرة من وراء ما كتبه مروان، من الأفكار التي تشاع بشكل مستمر بأنه المحافظين كذا المحافظين. يعني أنا عندي مشكلة بأي شخص محافظ أو ليبرالي يتهم الآخر. كلنا تحت عباءة الدولة، وخلينا نعمل أحزاب، وخلينا نروح على صناديق الاقتراع يجري بدون أي اتهامية.